بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ألم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي سقط نارا فلما أضاءت ما حولها ذهب الله من عليهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بهم يمهم لا يرجعون. وكصيب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفين. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي لم قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجكم به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت لكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. I'm
قل يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خائم العظام. انا الحمام قديما ما بين منجدما من هو مضطربا قول يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق والرسل. ولا اريد لذكر على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيدك ونيل وثقلين نهو الفريقين من عرب ومن عجم. على حبيبك خير الخلق والرسل. على حبيبك خير الخلق كلها سادتنا الفضلاء وأصحابي الكرام. طير اجيب اجيب جنب اجيب تو تاع الوعدة تاع الوعدة والعام نديروها ان شاء الله. كلها ديروا طلبة نديروا طلبة وغدوة غدوة البرنامج تاعكم شوال اليوم هذا على الهضرة تاع طلبة يقراوا كتاب الله يعني يقراوا القرآن والجماعة تاع العمومية كاع صح حسينية كامل العمومية رشيد عبد القوية وغدوة المداح المداح الطعام الله يبارك فيك كلش كلش نعم كلش تيشا روينا نعاد تبكي لانه يبدي ولا يجعل ربي يعطينا خير امين. ثانيا ما شاء الله الله يعطيهم الصحه وان شاء الله هذه الحياه ما تبطلش تاع الوالدين بات اخبار وشي مقبول عليهم ان شاء الله. ورانا قرعوا لنا هذه الحياه ولا يسلك عنا الوباء والمرض والبلاد تسقم ما شاء الله ما شاء الله يحلوا لنا الجوامع يحلوا لنا الجوامع حتى نصلوا هذوك صلاة الجماعة 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 لاباتير بساعة وما نطقش الحمد لله يا ربي بارك الله فيك الله يفتح عليك الوالدين امين امين الله يرحمهم ويسعدهم الوالدين لا يجيب شي برا ولا يجعل ربي يعطينا الغيث ودي وحده تاع الصالحين ان شاء الله ان شاء الله ودي يجوها من الوهر من الصغالي من غير ايزان مشلف الحمد لله غيث القلوب وغيث الحبوب غيث الحبوب غيث القلوب ليش ليش قلت لنا ربي يحفظك على كل على هذا خلي عندك وعده ويعني وكل سنه يديروها ودي الناس على كل حال يعني المعروفه فيها المداح فيها الطلبه والحمد لله على كل حال فيها يعني تاع فرح وتاع عاده صح يعني كل سنه يديروا هذه ونتشرفوا يعني هما مشرفين يعني بالناس اللي ضيافهم يتلقاوهم صح صح ويديروا الطعام ويديروا يعني ياكلوهم الحمد لله على كل حال كل سنه الوالده تاع شتوت تاع الطلبه القران الكريم غدوه تاع مداح وغيطان تاع جدودنا ولي بيجي يجي مرحبا به عمل بعيد ومقرب يحفظكم فضلي وأهل القرآن أمام هذه الوجوه النيرة الضيوف وهذه الوجوه المباركة في هذه الليلة المباركة في هذا البيت المبارك نطلب الله جل جلاله اللهم غير هذه المجالس اللي يرد البلاء على أمة رسول الله الله يجعل ربي يرفع علينا البلاء أمين. هذا الوباء وهذا المرض نطلبه رب العالمين بهذا المجالس الله يجعل ورانا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نحشم رب العالمين جل جلاله في ذي الليلة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجعل ربي يفرج على المسلمين الله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء الحياة اللي نحوسوا عليها ونتمناوها من القلوب الشيخ وريت منها كل مؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا الله يغيثنا إن شاء الله الله يغيثنا لأن الغيث يدرقع كل شيء ويستر كل شيء إن شاء الله نطلبوا ربي الله يغيثنا إن شاء الله الله يغيثنا وقبل معناه بادئة بدء
عام الاول معناها هذه البلاصه شاد علينا بالخير، وكانوا هذ السادات طلبه هنا نتفكروا معناه كما قال الله جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اش قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الانسان اللي ما يشكرش الناس اللي داروا فيه الخير حتى رب العالمين جل جلاله ما يشكروش. هذه الجلسه ولو كانت في عجاله ونذكروا ثلاث محطات فيها معنى او ثلاث نعم من الله عز وجل، ورانا نعيشوها وتعيشها امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعيشها هذه البلاد ان شاء الله. الاولى ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، هالاولى. الثانيه ذكر الرجال، ذكر الشهداء رحمه الله عليهم. شوف انا كنت نصلي وكنت نلاحظ في الاقامه عام الاول في ذي الجلسه كان الحاج القادر داير اعلام واحد برك، السنه راهم زوج، لكن تشوف راهم زوج. نطلبوا بلادنا تبقى زايخه كما ذاك الاعلام على ربي ان شاء الله، تبقى زايخه ان شاء الله وبدينها ان شاء الله وبنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وبرجالها ان شاء الله. والامر الثالث معناه الذكرى والنعمه اللي استبشرنا بها خير ثم نشعر احنا محرومين من بيوت الله، وشاءت اراده الله عز وجل حط علينا نعمته وافتح علينا معناه بالامس الجمعه. الله يجعلها بشرة خير للمسلمين، الله يجعلها بشرة خير للمسلمين، الله يبشر هذه الأمة بالخير يا رب. الله يبشر هذه الأمة، هذه ثلاثة مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف لا نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمن المهدات كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة المهدات. الله يشفع فينا رسول الله يوم القيامة. ورباه رب العالمين قال وعناه وصفه بوصل الجلال، وش ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. وسماه محمد، أن العرب وقريش هذا الاسم تاعها لما سمى جدو سماه محمد، ما كاش عمه سماه محمد، ما كاش جده سماه محمد، ما كاش هذا الاسم معهود في قريش. النهار اللي طاف به مكة الكعبة المشرفة ومعناه سماه محمد، قريش قالت له: لماذا سميت هذا الاسم؟ قال: لأن يكون محمودا في أهل الأرض وأهل السماء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود في أهل الأرض وأهل السماء صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي نحوسوا عليه في ذي الأمة، والله يشخ يا أمة رسول الله، راني بيقول وعد كلام ويخرج من أعماق القلب غساء. لاحظ في الحرائق هذيك اللي شناها في التلي، الحية اللي تألمت ليها وشت ليها، انحل الشيخ، انحل الحرق. كاين وعد النحلات هكذا يجيبوا يروحوا يرعاو ويجيبوا يرعى بهذه الدرجه، نقولوا يرعاو ويجيبوا. مين جاوا صابوا معناه صناديق اللي يجيبوا لهم ولا معناه الخدم اللي يجيبوا لهم صابوهم انحرقوا، بقاو هذاك النحل اللي جاب يبقى هكذا يشوف. ما كناش متوقعين تكون في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين وصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة للجماد، حتى رسول الله رحمة للأعداء صلى الله عليه وسلم، رحمة للأعداء. أولا رحمة لمن؟ معناه لأمته صلى الله عليه وسلم. دخل أعرابي، خطرته الأولى يدخل في المسجد، هي أعرابي وخطرته الأولى يدخل في الجامع. الله يفتح لنا الابواب تاع المساجد اللي ما فتحوش عن قريب ان شاء الله، ربي بشرنا بهم بالخير ويكونوا بشرى خير للمسلمين ان شاء الله. فلما دخل مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فاخذ زاويه من المسجد وبال فيها، اسال الله وجوهكم، خطرته الاولى هذاك وين دخل الجامع، وخطرته الاولى يدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه الصحابة وقالوا له: كذا وكذا وأنت تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد من؟ مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: دعوه خلوه، دعوه يكمل. فلما أكمل فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أهرقوا عليه معناه شيء من المال، لأن الفراش تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد كان غير رملة، كان غير رملة هكذا بالدرجة، ونعرفوا الصوال عدو معناه. فلما وضعوا عليه الماء وراء الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك الأعرابي يده إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. لا إله إلا الله، هذا أعرابي يا شيخ، خطرته الأولى
يدخل معناه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شاء ذيك الرحمة من النبي وشاف رسول الله ما يعمل في ذيك الأخلاق، شا قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة إذا معناه إذا جاء. هذا الأمر الأول معناه مع الناس الذين لا يعرفون معنى الإسلام. الأمر الثاني مع الجماعات صلى الله عليه وسلم. إيه كان رسول الله يخطب على جذع من النخل. إيه ولما كثر جمع الصحابة رضوان الله عليهم قام رجل وقال يا رسول الله أنجعل لك منبرا يا رسول الله؟ قال لو شئتم. لما صنع المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، وصعد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق الجذع، أشوف أن يفارق الجذع، إيه وعلم الجذع أن رسول الله سيفارقه إلى الأبد. فلما أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى المنبر فحن الجذع جذع النخلة يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي لفراق الحبيب أحمد صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضمه، أشوف رسول الله رحمه الشيخ ارجع من المنبر تاعه وضم. بعض الأقوال يقول ضم ذيك الجذراء اللي فارقها وصاب رسول الله تبكي، قالك فسكت الجذع. فقال بعض العلماء لو لم يضمه رسول الله لا بقي يبكي إلى يوم القيامة، لا بقي يبكي إلى يوم القيامة. هذا رسول الله مع الجماد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، فكيف رسول الله بأمته؟ أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الأعداء. وكان له جار يهودي دائما يرمي الأوساخ أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحمله بيده الشريفة ويضعه في جهة أخرى. قرينا على زين العابدين رضي الله عنه من التابعين زين العابدين، وكان كانت السكن تاعو فوق يهودي، هكا فوق يهودي، وهذه اللي راحت من أمة رسول الله. الأزمة اللي تعيش فيها أمة رسول الله هي أزمة أخلاق الشيخ. أمة الله راه الخير راه كاين في أمة رسول الله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير عن أمتي إلى يوم الدين، لا ينقطع الخير عن أمتي إلى يوم الدين. ولكن الأزمة اللي تعيش فيها أمة رسول الله هي أزمة أخلاق زين العابدين الشيخ. هذو تربوا على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهودي معناه في الأسفل الفوق. هي هذاك اليهودي عنده الكناف عز الله وجوهك المطهرات، يسيل لمن يسيل؟ يسيل في البيت تاع زين العابدين. فلما رأى زين العابدين أن الأوساخ عز الله وجوهكم تسقط في بيته، ماذا وضع؟ هي هذيك الدار باللحى وسطرها على وليداته، ودار فيها معناها إناء لما يصير ذيك الأوساخ مثل حق الزوج تاع الليل ويغفل وليداته يرفدها ويقيسها في جهة أخرى. شحال صبر اليهودي؟ شحال 5 أيام 10 أيام؟ إشكالوا كما رانا نشكو حنا بالخف كل يوم على الجيران، صراو أمور أو غير اليوم ولا البارح ولا يحكي لي واحد الزميل إنسان هو ونسيبه على أمور معناها على ولد في هكا باش يدي ولده من الزوجة تاعو صرا بيناتهم غرام، شا يدير؟ جاب ليسانس وفرغوا على خيمة كاملة وشعلها والعياذ بالله. ليسانس يا شيخ اللي راحت منا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش منا الرحمة حتى مع وليداتنا، حتى مع نسابنا، حتى مع جيراننا، حتى مع خوتنا. ولهذا زين العابد رضي الله عنه معناه شحال صبر عليه؟ 40 سنة شيخ، 40 سنة، 40 سنة هو صبر على الجار. شيء هو جار يهودي يا شيخ، النهار اللي لحقته لحظات الموت، ايه نادى ذاك الجار اليهودي لما ناداه، ايه قالوا ما هو سبب النداء؟ قال معناه دخل ذيك البيت، لما دخل صاب الكناف تاعو عز الله وجوك المطهرات يسيل منه المعلى في بيت زين العابدين. قالوا هذا شحال من يوم؟ البارح لو البارح شهر 15 يوم. قال هذا لمدة 40 سنة شيخ، 40 سنة هو صابر عليه. قالوا وعلاه ناديتني ذي الساعة؟ على ما عيطتنيش العام الأول اللي عاملوا علوه؟ قالوا علاه؟ قالوا غادي نلقى ربي سبحانه جل جلاله وني خايف أولادي من بعدي يخسروك. شو الجار كي داير؟ غادي نلقى ربي سبحانه جل جلاله واني خايف أولادي من بعدي نخسروك. هذه اللي نادات بها. هذاك اليهودي شا قال؟ عرفهم باللي هذه تلاميذة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شهد؟ زين العابدين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولقى ربي سبحانه جل جلاله. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان ذاك اليهودي رفض الأوساخ، في يوم الأيام خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم يجد الأوساخ، فسأل عن اليهودي فقال له إنه مريض، فزاره الحبيب صلى الله عليه وسلم. هاشو المعاملة، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله يا كرنا نمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنسان يخرج يقول يا ربي خصنا أنه تنزل أنه يوحده، والله يقول يا ربي رانا محتاجين أنه والله لا نزلت النو، ويقول له يا ربي ارفع لنا ذا الوباء وحدك، تنادي ربي العالمين وحدك إلا كنت صادق يرفض رب العالمين البلاء. فلما رأى اليهودي أن رسول الله يزوره فقال معناه يا رسول الله فعلت لك كذا وكذا وكذا وأنت تزورني. ثم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار الشيخ، لا زال، روح شو المحاكم وشوف معنى قضايا تاع الجار ترى فيها العجائب. فقال ذلك اليهود أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتح لنا شويه العجي ونطلب رب العالمين يرفع لنا ذي الوباء. الله يرفع لنا ذي الوباء. الله يغيث هذه الامه بالخير. الله يغيث هذه الامه بالخير. الله يغيث هذه الامه بالخير. الله يجعل ربي يفرج على المسلمين. الله يجعل ربي كما بشرنا ان شاء الله بفتح المساجد، نص المساجد نطلب ان شاء الله كل المساجد تفتح ان شاء الله. حاج عقاد لميتنا في ذي الليله ان شاء الله، الله يلم الخير الدنيا والاخره. الله يرحم فيها والديك. الله يرحم فيها غاشيك. الله يجعل الشيء اللي انفقته انت واحبابك ان شاء الله تلقاه ان شاء الله تاكل من ثمار الجنه يوم القيامه. الاحباب قاع اللي حضروا في الليله ان شاء الله نطلبوا رب العالمين اللي عنده حاجه من حوائج الدنيا الله يكملها له. الله يكملها له ان شاء الله. الله يكملها له ان شاء الله. الله يرحم فيها الشهداء ان شاء الله. رانا في المناسبه تاع النبي صلى الله عليه وسلم، الله يشفع فينا رسول الله. ورانا في المناسبه تاع الشهداء، الله يرحم فيها الشهداء. الله يشفع فينا شهداء يوم القيامه. الله يجعل جورتنا يوم القيامه جوره الشهداء ورسول الله يوم القيامه. رانا في البشره تاع المساجد نطلبوا رب العالمين الله يجعلها بشره تاع خير المسلمين. الله يجعلها بشره تاع خير المسلمين. الله يجعلها بشرة خال المسلمين. أمين. اللي عنده حاجة من حوائج الدنيا في هذا الجلسة إن شاء الله رب العالمين يقضيها له. الله يكملنا أيامنا بالخير. أمين. الله يجعل بلادنا تبقى زيخة إن شاء الله. أمين. يا ربي لا سوى عنك، الله يجعل بلادنا تبقى زيخة إن شاء الله. أمين. الله يحفظها بوليداتها. أمين. الله يحفظها برجالها. أمين. الله يحفظها إن شاء الله بأهل القرآن إن شاء الله. أمين. الله يحفظها بأهل العلماء وحا. أمين. الله يحفظها بالآئمة وحا. أمين. الله يحفظها بحملة القرآن. أمين. الله يحفظها إن شاء الله بالناس اللي عندهم غير على الوطن إن شاء الله. أمين. الله يحفظها إن شاء الله ويجعلها الستر تاع ربي إن شاء الله بالصالحين حين توعى إن شاء الله. آمين. ربي يرحمنا ويرحم مريدين إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا واعتدلوا وتراثوا فيما بينكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في يديه الخير وهو على كل شيء قدير. ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا وارحم المؤمنين إن شاء الله. لا يصلح حوالنا ولا يزين يمنا ولا يعافينا ولا يشافينا ولا يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ومن العرض. لما وجهنا الوجه الطيبة لا يقضي مآربنا. لا ينزل عنا إن شاء الله، لا ينزل عنا الغيث، لا ينزل عنا الغيث إن شاء الله يا رب العالمين. لا يسقي البلاد والعباد. لا يجعل إن شاء الله السلامة. اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المؤمنين. ويرفع علينا ذي البلاء، ويرفع علينا ذي الوباء، وينزل علينا الشفاء، ويرحم المؤمنين، ويوحد كلمتنا إن شاء الله على 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 تقوى الله وعلى البر والتقوى إن شاء الله. والله يصلح حالنا ولا يزينا ويشافي مرضانا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني هي طبعا ثانية بتخص الوحدة المقامة على دوار حسينية المسيح المستغانين. أتمنى أن نكون تحت الشعار اللهم ارفعنا هذا الوباء. الوحدة بطبيعة الحال فيها يومين، اليوم الأمر خاص للطلبة والأئمة والدعاء، اليوم الثاني خاص لعامة الناس. نتمنى الشفاء لكامل المصابين بالكوفيد التطعيم بما فيهم رئيس الجمهورية. نتمنى الخير لهذه البلاد. نتمنى هذه الدعية إن شاء الله بعد صلاة العشاء اللي تكون دعية مستجابة. ويعني ونشكرك أنت كإعلامي الذي حضرت لتعطي قيمة لهذا التظاهر ونسميها طبعا. يعني بارك الله فيكم.